دعاؤه عليه السلام بعد ركعتي الزوال. عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا زالت الشمس صلى ثم دعا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله فقال: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطرين وملجأ الهاربين ومنجأ الخائفين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقهم ومودتهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزه بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك. الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله من كل هول. ومن دعائه عليه السلام من ارتفاع النهار إلى وقت الزوال: اللهم صفى نورك في أتم عظمتك، وعلى ضياؤك في أبهى ضوئك. أسألك بنورك الذي نورت به السماوات والأرضين، وقصمت به الجبابرة، وأحييت به الأموات، وأمت به الأحياء، وجمعت به المتفرق، وفرقت به المجتمع، وأتممت به الكلمات، وأقمت به السماوات. أسألك بحق وليك علي بن الحسين عليهما السلام، الذاب عن دينك والمجاهد في سبيلك، وأقدمه بين يدي حوائجي، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا. وفي كتاب الكفعمي: وأقدمه بين يدي حوائجي ورغبتي إليك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكفيني به وتنجيني من تعرض السلاطين ونفث الشياطين، إنك على ما تشاء قدير، وأن تفعل بي كذا وكذا. ومن دعائه عليه السلام في تلك الساعة: اللهم أنت المليك المالك، وكل شيء سوى وجهك الكريم هالك، سخرت بقوتك النجوم السوالك، وأمطرت بقدرتك الغيوم السوافك، وعلمت ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة في الظلمات الحوالك، وأنزلت من السماء ماء فأخرجت به من ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. يا سميع يا بصير يا بر يا شكور يا رحيم يا غفور، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أسألك سؤال البائس الحسير، وأتضرع إليك تضرع الضالع الكسير، وأتوكل عليك توكل الخاشع المستجير، وأقف ببابك وقوف المؤمل الفقير، وأتوجه إليك بالبشير النذير السراج المنير، محمد خاتم النبيين، وبابن عمه أمير المؤمنين، وبالإمام علي بن الحسين زين العابدين وإمام المتقين، المخفي للصدقات والخاشع في الصلوات، والدائب المجتهد في المجاهدات، الساجد ذي الثفنات. أن تصلي على محمد وآل محمد، فقد توسلت بهم إليك وقدمتهم أمامي وبين يدي حوائجي، وأن تعصمني من مواقعة معاصيك وترشدني إلى موافقة ما يرضيك، وتجعلني ممن يؤمن بك ويتقيك ويخافك ويرتجيك ويراقبك ويستحيك، ويتقرب إليك بموالاة من يواليك، ويتحبب إليك بمعاداة من يعاديك، ويعترف بعظيم منك ونعمك وأياديك، برحمتك يا أرحم الراحمين.